تواصلي من اجل البوح والحكي والفضفضه لمشاكلنا اليوميه في العلاقات الاسريه والغوص في عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. طيب كريبان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أحبابنا في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن مقولة رب ضارة نافعة مصداقا لقول الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نبدا هذه القضيه قضيه ان الاقدار قد تكون عكس ما يتمناه الانسان قد يصاب العبد المؤمن بشدائد او بمصائب ويظن بانه معاقب ولكن بعد فتره زمنيه يتبين له بان القدر الالهي يتفنن له في أن يعد له مفاجأة سارة والطريق لنيل ذلك المطلوب لا بد أن يمر بهذه المعاناة نبدأ بقصة واقعية حدثت في الزمن الغابر في عهد نبي الله داود عليه السلام كما تعلمون جميعا فداود النبي كان ملكا وكان نبيا وكان قاضيا كان يقضي بين الناس في يوم من الأيام وهو في مجلس القضاء ويحكم بين الناس دخلت عليه امرأة أرملة ومعها بنيات صغيرات وهي تبكي والبنات حزينات وخائفات ووجلات وقالت له يا داود يا نبي الله عندي سؤال قال تفضلي ما هي مظلمتك لأن المجلس هو مجلس المظالم من ظلمك؟ ما هي مظلمتك؟ قالت له سؤالي هل الله تعالى هل هو عادل أم ظالم؟ سمع سيدنا داود هذا الكلام فاهتز مقدم شعره كان يظن بأن المظلومية عند هذه المرأة إما زوجها أو عائلة زوجها أو ربما صاحب المنزل أو صاحب المتجر أو أحد الجيران جاءت تشكو من رب السماوات والأرض تقول له هل إلهك هذا هل هو عادل أم ظالم سيدنا داود قال لها ماذا وراءك يا امرأة أخبريني أولا ما مشكلتك قالت إنني امرأة أرملة فقيرة وعندي أطفال صغار جياع ولا أحسن أي عمل زوجي كان ينفق علينا وبعد وفاتي خرجت للعمل لا احسن الا الدبغ ادبغ الجلود فاشتريت جلده شات ودبغتها ثم اردت ان اقوم بنشرها في الشمس هناك ساحه كبيره يجتمع فيها اصحاب الجلود الجلادين وينشرون تلك الجلود المدبوغه حتى تتمسك بها حاره الشمس ثم يبيعونها هناك من عنده خمسين قطعه هناك من عنده مئة قطعه هناك من عنده اكثر واقل هي لا قطعه لا الا واحده فقط واحده شات واحده ستبيعها بخمسه دراهم لتقتني بها بعض الاطعمه والاشربه لها ولبناتها قال وبعد ما الذي وقع قالت منذ الصباح وانا اشتغل فيها لما وضعتها في الشمس بقيت انتظر حتى تدبغ وقبل غروب الشمس انتظر لكي ابيعها اذا بنسر ياتي من السماء فيخطف تلك القطعه الجلديه ويهرب بها وترك الناس كلهم هم اثرياء وعندهم اموال وعندهم خيرات لم يقصد الا قطعتي انا ماذا يريد مني بدات تبكي هل ربك عادل ام ظالم لو كان ربك عادل لماذا يترك هذا النسر يأخذ حاجتي وأنا فقيرة وأنا عندي بنات سيدنا داود أمام مجلس القضاء لم يجد جوابا قال لها يا امرأة هدئي من روعك انتظري قليلا حتى أفرغ من هذه القضايا الكبرى عند الناس فبدأ يفصل في قضايا الناس هذا عنده مشكل زواج هذا مشكل عقار هذا مشكل تجارة إلى أن وهو, وهو يفصل بين الناس ولكن عقله مع المرأة لقد طرحت عليه إشكالية كبيرة هو يعرف الجواب لكنه صدم بهذا الكلام ولما أوشك المجلس أن ينتهي في آخر النهار إذا بعشرة من التجار الكبار يدخلون المجلس فقال له المستشار ديالو قال لي يا داود قال لي هناك عشرة من كبار التجار يسرون أن يدخلوا عليك الآن إنهم يريد مقابلتك قال لا تفضلوا فلما دخل التجار العشرة كل منهم يحمل سرة من المال كل وضع السرة إلى أمام سيدنا داود وهو يقول أنا عندي مشكلة مع هذه المرأة أريد أن أحل مشكلة المرأة أولا فهؤلاء التجار العشرة كيف سأصنع لقد تعبت اليوم كله فقال تفضلوا ما حاجتكم قالوا يا داود نحن تجار نشتغل في البحر وناتي بالتجاره من بعيد ثم نقوم ببيعها من بلده الى بلده واخر مره وضعنا تجاره كبيره في سفينه ونحن نسير بعد ان ربحت تجارتنا وجئنا بالاموال اوشكنا ان نصل اذا بالسفينه تصطدم مع صخره عظيمه ويقع فيها شرخ كبير وتتسرب اليها المياه ونكاد ان نغرق جميعا حاولنا بكل ما وسعنا أن ننقذ السفينة مع البحارة لم نفلح لم يتبقى لنا إلا أن ندعو الله قلنا لقد جاء القدر سوف نغرق وتغرق السفينة وتغرق كل أموالنا ويذهب كل شيء بدأوا يدعون الله تعالى وفي لحظة قالوا وجدنا نسرا قادما في اتجاهنا يحمل قطعة من الجلد المدبوغ فيها حبل ورمى بها الى السفينه فاخذناها فاذا هذه القطعه تلائم الشرخ الذي عندنا فغطينا الشرخ ونجت السفينه من الغرق ولم يعد الماء يتسرب فشكرنا الله قلنا لقد دعونا الله تعالى فبعث الينا نصرا من السماء دعوا الله تعالى كثير وشكروه وحمدوه ثم قال كل واحد منا عليه أن يتصدق بألف دينار كل واحد ألف دينار ومع عشر من التجار فقالوا يا داود هذا المال بين يديك خذه اعطيه لمن يستحقه فتفاجأ داود واستبشر خيرا وقال وكأن رب السماء أعطاه الجواب فقال يا امرأة تعالي جاءت المرأة فقال لهم إن القطعة التي كانت للشات هي ملك هذه المرأة وقد أخذها منها النسر و شاءت قدرة الله أن يأتي بها لكم فقال يا امرأة تتهمين ربك أنه ظالم أو عادل وربك يتاجر لك في أعلى البحار تاجر لك في أعلى البحار لقد اشترى منك هؤلاء الناس هذه القطعة بهذه الأموال كل واحد عشرة ألف, دي ألف دينار فبكت المرأة وبكى داود وبكى التجار أجمعين هذه القصة أيها الأحبة الكرام تحمل معنى الحكمة المتداولة رب ضارة نافعة أو تحمل معنى الآية القرآنية التي يقول فيها ربنا عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون المعنى بأن الخير هو ليس بمعايير الإنسان الخير يكون بمعايير الله تعالى كثيرا ما تقع لنا الكثير من المفاجآت إما مصائب وإما أمراض وإما نكبات فنقول إنها القاسمة قاسمة الظهر إنها النهاية ومنهم من يتهم المولى عز وجل ومنهم من يتهم القدر والحق أن الإنسان لا يكاد يدرك الحكمة الحقيقية من من هذا الوقائع فربنا عز وجل هو العلام الغيوب لكن النفس البشرية التي نحملها هي قاصرة وجاهلة دائما تتسرع هذه النفس قال فيها رب العزة وخلق الإنسان ضعيفا الله يرحم ضعفنا اطلبوا الله يرحم ضعفنا لاننا امام النكبات والازمات يقع لنا نوع من التردد ونوع من الارتياب. وربنا وصف الانسان بماذا وصفه؟ قال: وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الانسان من صفاته انه ظلوم وجهول. يسرع في الحكم ودوما يظلم ويجهل ثم فيما بعد يتبين له بان ال الوقائع مخالفة، الزمن يبين له الاشياء مخالفة. نحن بشر ضعفاء عندنا قلب يتقلب وسرعان ما نغير الاشياء. هذه المشاكل خصوصا تقع بين الازواج لعلكم تلاحظون في الصراعات بين الازواج غالبا تنتهي بالطلاق والانفصام. ولو استحضر الازواج هذه القاعدة لما وقع طلاق ولصبر بعضهم على بعض ولا تحسنت الظروف ولا ربك عز وجل اكرم الجميع. الله تعالى لما يتكلم عن العلاقه الزوجيه وعن النساء يقول فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كم من احد كان اراد ان يطلق ولكنه صبر واحتسب وصار يتعايش وبعد فترة غير الله القواعد وغير الموازين وصارت الامور من حسن الى احسن واكرمه الله تعالى. دائما الانسان ينظر الى الجانب الايجابي في الاشياء فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الايه التي ذكرناها مبدئيا لما قال ربنا عز وجل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم هي جاءت في معرض القتال والجهاد ففي مقدمه الايه يقول الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. هي الايه جاءت مبدئيا بالجهاد لكنها عامه في كل شؤون الحياه في كل دواليب العيش. احد السلف الصالح كان يحدث نفسه بالقتال، كان هناك قتال مع المشركين وبدأ يقول سوف سوف اجاهد وسوف افعل ولكنه لما نام قال سمعت هاتفا يقول لي لا تفعل لا تفعل، قال لي لماذا؟ قال لي انك ان غزوت اسرت وان اسرت تنصرت. سمعها في المنام فقام وأخبر بها أحد المعبرين قال لي هذا إنذار هذا ربما قد قد تجاهد وأنت ضعيف فيقع لك الأسر تصبح من الأسرى وبعد ذلك قد تتأثر ويغيرون دينك وهذا كان واقع مثلا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطبق على شارب الخمر كان يطبق عليه الجلد بل وصار يطبق عليهم التغريب التغريب هو أنه يخرج من أرض الإسلام فكان أحدهم شرب الخمر فطبق عليه الحكم وأخرجه من أرض الإسلام إلى أرض النصارى فبعد مدة تنصر قال النصارى عندما الخمر مباح فلماذا ألزم نفسي بالإسلام وهو يمنع الخمر فتنصر فلما بلغ الأمر لسيدنا عمر بن الخطاب قال لن أغرب بعد اليوم أحد وهنالك سيضع نظام السجون عوض ان يغرب الانسان خارج البلاد الاسلاميه صار يضع السجون ويمنعه من الحريه فهذا معنى قوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابه خير شكر فكان خيرا له وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له المؤمن دائما يستحضر وجود الله معه ويثق بعدله ويسلم ويفوض لأن الله تعالى لما تكلم عن نفسه العلية قال الله لطيف بعباده من عرف الله تعالى لا يقع له جزع إذا أصيب بمصيبة أو أصيب بخطر أو بمرض أو بإفلاس أو بظلم لا يصاب بجزع لأنه يعلم بأن كل ما في الوجود هو تدبير من رب الوجود ويعلم بأن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة وقال عن ذاته العلية الله لطيف بعباده ربنا عز وجل في كتاب العزيز قص لنا الكثير من القصص والكثير من الحكايات التي فيها العبر والعظات لعل ابرزها قصه نبي الله او او سيد سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليه السلام. سيدنا الخضر في سوره الكافي تعلمون جميعا وقد قمنا بتفسيرها في حلقات سابقه كيف انه خرق السفينه وكيف انه قتل الغلام وكيف انه بنى الجدار وسيدنا موسى يرى ولا يفهم المنطق قال هذا منطق معكوس فكان دائما يعترض قال لا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى وفي الختام سيدنا موسى بعد ان غضب وغضب ربنا كشف ستار الغيب فراى وقائع ان الاشياء تسير ربما في عكس الاتجاه انت تظن كذا والله تعالى يتاجر لك ويهيئ لك كم من مصيبه اصابتنا في طياتها نعم وفي طياتها خيرات كثيره، اصبر ما عليك الا ان تصبر اولا ولا تجزع سلم الامر لصاحب الامر واكثر من الدعاء له وسوف ترى العجب بعد مده قليله ستنقلب الاشياء لمصلحتك. الله تعالى في هذه الايه ماذا قال في ختامها؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. ربنا عز وجل هو علام الغيوب. يعلم الخير ويعلم الشر ويعلم المآلات لكن البشر هو فقط يقدر الاشياء التي امامه فلكي نواجه مصاعب الحياه ولكي تكون خفيفه علينا اول شيء ينبغي ان نقوم به هو معرفه الله ومعرفه قضائه وقدره كلما عرفنا الله تعالى وثقنا به الثقه بالله وسلمنا الامر اليه وهذا يتحقق من خلال المعرفه لاسمائه وصفاته وان شاء الله اذا بقينا في الحياه نتعرف عن الله وعن اسمائه وعن صفاته وكل اسم وكل صفه تجدك قربا من الله تعالى سترى بان المحن والمكروهات هي ضرب من ضروب المصالح وهي نوع من انواع المنافع لا يحصيها الا الله تعالى في كل مصيبة في طياتها نعم وأنت أيها العبد المؤمن لا تحتاج إلا أن تصبر فقط اصبر 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 وصابر ورابط وسلم الأمر إلى الله تعالى رسول الإسلام خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذه المبادئ كان يقرر بأن الله تعالى عنده الحكمة وفي كل إجراء وقضاء في مصلحة وفي رحمة وفي أشياء لا يعلمها إلا الله لما يقول في الدعاء مثلا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا الشاهد عندنا هنا هو قوله ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك هذا هو الشاهد يعني أن العبد المؤمن لا يعترض على حكم الله ماض فينا حكمك كل ما حكم به الله تعالى من فقر أو من مرض أو من مصيبة أو من من شدة أو من كرب أو من أي شيء كل ما حكم به الله تعالى المؤمن يقول ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك يعني كل ما يقع للعبد هذاك عدل من الله تعالى لا نقول بأن الله ظالم ربنا عز وجل نفى عن نفس ذلك وقال وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد فقال بعضهم هو ليس ظلام ولكن ظالم أعوذ بالله من ذلك قالوا هذه صيغة صيغة فعال نقول إنسان يأكل وهذا أكل وهذا ظالم وهذا ظلام لأن الله حتى لو أراد أن يظلم سيظلم ظلما عظيما فنفى عن نفسه العلية وقال جل علاه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الذره لم تكن عند العرب معروفه، ما هي الذره؟ الذره هي الجزء الذي لا يتجزا من الشيء. يعني اقل شيء ربك لا يظلم، ربك عادل بل ربك رحيم بل ربك كريم بل ربك جواد بل ربك لطيف بالعباد. فنحن ايها الاحباب الكرام علينا ان ننتبه كثيرا لوقائع الحياه ولمشاكلها هكذا صممها الله تعالى ابداع ابداع فني لو رايت الدنيا كمسرحيه او كفيلم سينمائي ستقول ما اعظم هذا المخرج الذي اخرج هذا السيناريو العظيم سيناريست راقي جدا فيها الدراما وفيها الافراح وفيها الحركيه وفيها الجمود وفيها البعث والنشور من جديد وفيها شيء كثير كل ما, ما في الوجود رب الوجود وضعه ونحن المؤمن لما لما يؤمن بهذه هذه المبادئ ويدخلها الى قلبه وعقله يصير مثل المتفرج في هذه الدنيا يصير مثل مشاهد في قاعه سينمائيه هو يتفرج يرى المشاكل ويرى الهموم بل ويرى الحروب ويرى الدمار ويرى الخراب ويقول كل ما يقع في الوجود حكمه يعلمها رب الوجود حتى من ماتوا في في الحروب وكانوا مؤمنين هؤلاء شهداء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. المهم ايها الاحبه الكرام هو ان الانسان عليه دائما ان يحسن الظن بالله. دائما اعلم بان الله تعالى ارحم بعباده من الام برضيعها ثم ان يثق في عدل الله. ثم انه يثق في لطفه وكرمه وجوده ثم أنه يسلم سلم أمرك إلي كل ليلة قبل النوم ينبغي أن نسلم الأمر إلى الله تعالى لما تستقبل القبلة على شقك الأيمن وأنت نائم تقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فوض الأمر إلى الله وستر العجب واي محنه تقع لك اي كرب اي شده اعلم بانها مساله وقت انها مؤقته الوقت والزمن كفيل بان يغير الاشياء الى الاحسن واذا غير المولى عز وجل واعطاك ادهشك اعطاك الكثير دائما نكثر من الدعاء ونكثر من الصدقات ونكثر من صله الارحام ثلاث اشياء ايها الاحباب الكرام نكثر منها الدعاء بيننا وبين الله تعالى ندعوه يا رب يا رب وبيننا وبين الاخرين نتصدق على الضعفاء والمساكين ونسعدهم والارحام الرحم المشتقه من الرحمن لا نغفلها دوما نزور العائله والاحباب والاقارب ونلتمس لهم الاعذار ونتجاوز عن خطاياهم وسوف ترون العجب العجب العجاب بان الله تعالى يكرم عباده المؤمنين في الدنيا. أما من مات فإنه سوف يجد في الدار الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان ويرزقنا اليقين ويرزقنا البركة. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. قولوا معنا جميعا امين 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 سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا اليكم مستمعي الافاضل ويسعدنا دوما ان نفتح خطوطنا للتواصل معكم ارقامنا كالعاده 05